البداية نوجه تحية خاصة للمناضلين الشرفاء اللي اعتصموا معنا طبعا في هذه المعركة المفتوحة بالنسبة من داخل المركز الصحي بزيو، وكذلك نحيي تحية خاصة للناس اللي دعمتنا ماديا ومعنويا ووقفت معنا كذلك لا من بعيد ولا من قريب هذه المعركة المفتوحة من أجل تحصيل الوضعية من داخل هذا المستشفى بزيو، اللي كنعتقدوا مازال اللي كيعيش واحد كان يعيش واحد الوضعية كارثية، وكنعتقدوا بالنسبة لهذه الحلول اللي كان اللي طلبنا بها من داخل هذا المستشفى ما غاديش تلبي غادي نقولوا 100% الحاجيات ديال الساكنة ديال زيو، ولكن نوعا ما ربما غنقلصوا من ذيك الكوارث اللي كتوقع من داخل هذا المستشفى، وعلى الأقل المواطن يستافد من مجموعة ديال الأولويات الطبية من داخل هذه الساكنة. وطبعا كما كتشوفوا حاليا ندار حوار مع المدير الجهوي ديال القطاع ديال الصحة، كذلك المندوب ديال الصحة بإقليم الناظور، وكذلك مع المختص ديال الإقليم، على أساس أنه كاين مجموعة ديال المطالب اللي حطيناها واللي هي بطبيعة الحال النقطة اللي كانت جوهرية واللي هي بالأساس هي إحداث مستشفى متعدد التخصصات بمدينة زيو. هذا المطلب توافقنا عليه على أساس غنسجلوا فيه محضر وغيتم الصياغة ديال المحضر غدا السبت مع العشرة ديال الصباح، فوق أنه غيتم التوقيع ديالو نهار الاثنين. هذه هي النقطة الجوهرية اللي حددناها في الملف المطلبي واللي هي مطالب جوهرية من المطالب الآنية اللي طلبنا بها، وخصها تتفعل في الواقع الملموس، وخص الجماهير الشعبية والساكنة ديال مدينة زيو تستافد منها، اللي هي طبعا تفعيل القسم ديال الولادة. ربما درنا زيارة للقسم ديال الولادة، كاين وسائل تما ديال الولادة، وكنجدوا من هذا الموقع النساء ولا الرجال أنهم المرأة ديالو اللي بغات تولد غادي تلتحق وغادي تستافد من جميع الإمكانيات الطبية اللي كاينة في قسم الولادة. كذلك بالنسبة للزيادة في ديال الأدوية اللي كانت 13 مليون بالنسبة للمركز الصحي بزيو، قال لك غادي تنضاف شي 5 مليون، غادي تولي 18 مليون ديال الأدوية بالنسبة للمركز الصحي بزيو. كذلك بالنسبة للسيارة ديال الإسعاف، قال لك كاين شراكة ما بين المجلس البلدي على أساس أنهم غيوقعوا هذه الشراكة ديال بالنسبة للإسعاف اللي غادي تبقى 24 ساعة على 24 ساعة من داخل هذه المصحة. كذلك بالنسبة للتوزيع ديال الأدوية، ماشي أي كان غيبقى يوزع الأدوية من داخل هذا المستشفى، المسؤول الوحيد في التوزيع ديال الأدوية هو الطبيب. كذلك بالنسبة للوحدات الطبية والحملات التحسيسية، تقررنا وتوافقنا والتزمنا على أساس أنه غتقدم هذه الوحدات الطبية والحملات التحسيسية من داخل هذه المنطقة. بالنسبة للمدير الجهوي التجم شخصيا أنه غيقدم الوحدات الطبية 6 شهور بالنسبة للنساء اللي عندهم السرطان ديال الثدي، غادي تبقى تندار هذه الحملات الطبية والحملات التحسيسية من داخل هذا المستشفى وهذا المركز الصحي بزيو. كذلك بالنسبة للفضاء الخارجي، هناك وعود والتزامات على أساس أنه غيتم تحسين ديال الفضاء الخارجي ديال المركز الصحي بزيو مع المجلس البلدي. كذلك بالنسبة للأطباء، طلبنا بالزيادة ديال الأطباء من داخل هذا المستشفى والممرضين، وطبعا الإجابة اللي كانت ديال المندوب الجهوي وكذلك المدير الجهوي أنه بالنسبة للمراحل ديال الانتقال على المستوى المحلي والجهوي وكذلك على المستوى الوطني بالنسبة للانتقالات ديال الأطباء غتكون في شهر 4. هذا ملف مطلبي غننتظروا أنه غتكون هذه الحملة الانتقالية، غيضيفوا لنا مجموعة ديال الأطباء هنا بمركز الصحة والممرضين باش تقد الساكنة ديال مدينة زيو. كذلك بالنسبة للنقطة اللي جوهرية، راه كاين نسخة ورانا المندوب ديال الإقليم وهو من الوثيقة اللي كتثبت بأنه كاين مستشفى غيندار في الأفق ديال 2012.